أهلا بكم. على عتبة سن المئة كانت ذاكرة هنري كيسنجر لا تزال يقظة. الدليل على ذلك كتابه القيادة 6 دراسات في الاستراتيجية العالمية. الكتاب صدر في عام 2022. في الكتاب يحلل هنري كيسنجر شخصية 6 قادة غير عاديين، بيحللهم من خلال الأساليب المميزة لفن الحكم الذي برع فيه كل منهم. كل واحد فيهم بيمثل سياسة خاصة بيه، سياسة قائمة في ذاتها. بعد الحرب العالمية الثانية أعاد كونراد أيدناور ألمانيا المهزومة والمفلسة إلى مجتمع الأمم. وصف كيسنجر سياسته باستراتيجية التواضع. في الحرب العالمية الثانية وضع الجنرال تشارل دي جول فرنسا إلى جانب الحلفاء المنتصرين. جدد دي جول عظمة فرنسا التاريخية من خلال استراتيجية الإرادة. خلال الحرب الباردة أعطى ريتشارد نيكسون ميزة جيوسياسية للولايات المتحدة. وصف كيسنجر باستراتيجية التوازن. وعلى الرغم من الصعاب أنشأ لي كوان يو دولة قوية. أنشأ سنغافورة الحديثة من خلال استراتيجية التميز. وفي الوقت الذي عرفت فيه بريطانيا برجل أوروبا المريض وصلت مارغريت تاتشر إلى السلطة. جددت تاتشر معنويات بريطانيا ومكانتها الدولية من خلال استراتيجية الإدانة. وبعد 25 عاما من الصراع جلب السادات رؤية السلام للشرق الأوسط. توصف هذه الرؤية باستراتيجية التعالي. كيف رأى كيسنجر السادات؟ ليه اختار واحد من أهم 6 قادة في زمانه؟ وإيه المقصود باستراتيجية التعالي؟ الحقيقة احنا قدام قصة مثيرة بتروي مسيرة رئيس مصري نحو القدر. كسب انبهار العالم وخسر حياته. إن كل ما سنعرفه في هذه الحلقة عن أنور السادات هي رؤية كيسنجر. يمكن نتفق معها ويمكن نختلف معها، لكن المهم أن نعرفها. مهم أن نعرف كيف يفكر فينا صناع السياسة الدولية. جسد السادات استراتيجية التعالي. هكذا لخص كيسنجر حياة السادات وسياساته وتحدياته. جمع السادات بين سمتين مهمتين. الأولى القيم الأخلاقية والإنسانية التي أخذها في الاعتبار وهو يصنع سياساته. الثانية استعداده للمغامرة لتحقيق أهداف تبدو مستحيلة. نطبق ذلك على عملية السلام. كانت فكرة السلام لدى السادات هدفا إنسانيا مطلقا. في الوقت نفسه كانت جزءا من تكوينه الإنساني. حسب كيسنجر تجاوز السادات
نمط الأيديولوجية العربية وصنع سلاماً مع إسرائيل. استعرض كيسنجر صعود السادات وأيديولوجية السادات القومية وإرادة السادات الفولاذية ومبادرة سادات الجريئة. حسب كيسنجر أيضاً أن سادات خطط ونفذ أجندة دبلوماسية وعسكرية أدت إلى استعادة سيناء وأسس تحالفاً بين مصر والولايات المتحدة وأطلق واقعاً جديداً في الشرق الأوسط باتفاقيات كامب ديفيد. كتب عنه كيسنجر قائلاً بمزيج بارع من الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية استطاع السادات استرداد أرض مصر المحتلة. استرد أيضاً ثقة مصر في نفسها بعد هزيمة يونيو 67 وضمن سلاماً مع إسرائيل قائماً على فلسفة متعالية على الوضع الراهن في ذلك الوقت. كل ده جعل سنوات حكم السادات قصيرة ولكنها مذهلة في سجلات التاريخ. He's intelligent, but I think he is a man who sometimes is moved by impulse. I think what happened when he flew to Jerusalem, he just decided that there was a bottleneck there, that a big play was required. It was risk for him, but he believed in taking risks, risks for peace. It's very important for all of us to remember that it takes it takes courage to fight war, but it also takes courage, a different kind of courage, to wage peace. Sadat understood that. He was willing to take risks for peace, and it paid off. And he also did that because he was convinced that while there was no question about my being pro-Israel, he felt that being pro-Israel, as far as I was concerned, did not mean that I would be anti-Arab or anti-Egypt. As a matter of fact, he had a very candid talk with me on that 74 trip about the American political scene. He'd followed our elections pretty closely. And he realized that, except for Eisenhower, I was the only American president since World War II who had been elected without substantial Jewish support. He felt that I would support Israel, but he thought I would not be unfair to Egypt or anti-Arab as a result of that support. And he was right. توفي جمال عبد الناصر بعد ساعات من الصلح بين الملك حسين وياسر عرفات. حدثت اشتباكات عسكرية بينهما في معروفة بحرب أيلول الأسود في الأردن. حدث ذلك في سبتمبر 1970. كان عبد الناصر واحد من الزعماء الذين يتمتعون بكاريزما خاصة، وهم عادة يديرون السياسة بإلهام وليد للحظة، ولكن الحقائق التي يخلقونها سرعان ما تختفي باختفائهم. عبد الناصر رحل بشكل مفاجئ. وفقا للدستور تولى السادات منصب رئيس الجمهورية، ولكن أجواء جنازة عبد الناصر طغت على مراسم تنصيب السادات. تدفقت الملايين إلى الشوارع، كانت جنازة حاشدة للغاية. حتى السادات خاف أن الجماهير تخطف جثمان عبد الناصر. السادات لم يحظى بثقة يعتد بها في واشنطن. في ديسمبر 69 بررت واشنطن اختيار نائبا للرئيس بكونه غير قادر على تحدي زعامة عبد الناصر. ولما تولى سادات الرئاسة كان نيكسون على متن حاملة طائرات في البحر المتوسط. كان الرأي السائد ان السادات رئيس مؤقت. واحد كبار المستشارين الامريكيين قدر انه لن يستمر في الرئاسة اكتر من 6 اسابيع. واغفل تقرير لوكالة المخابرات المركزية عن اهم رجال عبد الناصر ذكر السادات، ما جابش ذكر السادات خالص. واجمع المراقبون الاجانب على ان السادات سيكون رئيسا بلا دور. لو وقفت امامكم الساعات الطويلة لن استطيع ان افرغ او ان اصور لكم كل الجوانب
اللي لمستها بنفسي في عبد الناصر، ولكن للإنصاف وللتاريخ يجب أن أسجل أمامكم أن شعبنا، شعب مصر الصامد الأصيل، هو اللي صنع عبد الناصر، وهو اللي صنع كل هذا. عبد الناصر رمز للشعب، عشان كده لما مات عبد الناصر ما حصلش الفراغ اللي كانوا بيقولوا عليه، ما نهددش الدنيا زي ما كانوا قاعدين منتظرين، لا، طلع 35 مليون عبد الناصر، رجل وامرأة. دي روعة عبد الناصر وروعة شعبنا. ما اعرفش حاجة تحير، هي روعة عبد الناصر ولا روعة شعبنا؟ حاجة تحير. شعب هو الأصل. الحقيقة أن خلافة زعيم يتمتع بكاريزما عالية هي مهمة صعبة، يمكن للتالي أن يواصل سياسته نفسها، لكن من الصعب أن يكتسب الكاريزما نفسها. كان السادات في أمس الحاجة إلى إثبات الذات. في أول 6 أشهر اتخذ قرارات تتعارض مع مصالح الذين مارسوا عليه الهيمنة، وعندما حانت الفرصة أطاح بهم في ضربة واحدة. كانت خطوة جريئة وصفت بأنها ثورة التصحيح، كتب كيسنجر. الحقيقة لم يكن هذا الحسم باديا في بداية مسيرة السادات، لكنه سيصبح سمة مميزة في رئاسته. كانت كل خطوة جريئة يخطوها تقربه من هدفه الاستراتيجي الأكبر. اعترف أحد الدبلوماسيين قائلا: لقد أساء الجميع الحكم على السادات. أضاف: اعتقدوا أنه سيكون طيعا، لكنهم نسوا أن القنبلة كانت في جيبه عندما كان شابا سائرا. كان أنور السادات واحدا من بين 13 ابنا وابنة. تمتد جذور الأب إلى تركيا، أما الأم فمن أصول سودانية. الأب عمل موظفا في الجيش المصري. عاشت الأسرة في قرية ميت أبو الكوم على دلتا النيل. فيما بعد انتقلت الأسرة للعيش في إحدى ضواحي القاهرة. وصل أنور السادات إلى القاهرة وعمره 6 سنوات. في القاهرة عاشت العائلة أوقاتا عصيبة. تزوج الأب من سيدة أخرى. في شبابه أظهر السادات وطنية فطرية سبقت أفكاره السياسية. لما كان في ميت أبو الكوم قلد شخصية غاندي. غاندي قام الاستعمار البريطاني بالعصيان المدني في الهند. كتب السادات في مذكراته: أذكر أنه في عام 1932 مر غاندي بمصر في طريقه إلى إنجلترا. امتلأت الصحف بصور غاندي وأخباره وكفاحه. استولت صورة غاندي على وجداني، فقررت تقليده. خلعت ملابسي وغطيت نصفي الأسفل وصنعت مغزلا. اعتكفت فوق سطح البيت عدة أيام، إلى أن تمكن والدي من إقناعي بالعدول عما أنا فيه.
اهتمت أسرة السادات بالتعليم. كان جد السادات لأبيه معلما، وكان والده أول رجل في القرية يحصل على مؤهل علمي. تزايد وعي السادات بالتمييز الطبقي عندما تقدم بأوراقه إلى المدرسة الحربية الملكية. طلبوا منه تزكية من شخصية ذات منصب مرموق. بصعوبة وجد السادات التزكية. في مرحلة الشباب جذبت السادات الجماعات الثورية السياسية والدينية. التقى السادات ضابط آخر هو جمال عبد الناصر، وبدأت مرحلة جديدة في حياة الشاب الأسمر. بسبب العداء للاستعمار البريطاني لجأ السادات إلى العنف الثوري. طبق المثل المصري اللي بيقول عدو عدوي صديقي. تواصل مع القوات الألمانية في شمال أفريقيا، بل حاول التواصل مع مساعد روميل. كان روميل يقود الهجوم النازي من ليبيا إلى مصر. حدث ذلك في صيف عام 1942. في تلك السنة خرجت مظاهرات تطالب روميل بالتقدم إلى القاهرة، لكن المقابرات البريطانية اتهمت السادات بالتجسس ووضعته في السجن. مر في السجن بتحول في شخصيته، نما في داخله قوة روحية هائلة. أكد أنه وجد الصفاء النفسي في السجن، لكنه لم يكن صفاء السكون. كان ذلك النوع من الصفاء الذي يزيد من القدرة على إحداث التغيير. السادات بيقول في مذكراته: تعلمت تأمل الحياة وطبائع البشر في الحبس الإنفرادي. بيضيف أن من لا يستطيع تغيير الأفكار لن يكون قادرا على تغيير الواقع، بالتالي لن يتقدم. خرج السادات من السجن في النصف الثاني من الأربعينيات، وظل ملتزما بالقضية الوطنية. بعد خروجه من السجن ذهب السادات إلى صديقه إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس هو الصحفي المعروف طبعا. أخذوا إحسان من إيده وقدموا إلى المسؤولين عن دار الهلال. اشتروا منه مذكراته اللي كتبها في السجن، اشتروها طبعا عشان تنشر. ثم عينوا السادات في وظيفة مراجع لصياغة المادة الصحفية حتى نهاية عام 48. السادات اشتغل أيضا مع صديقه حسن عزت في شركة مقاولات صغيرة. عمل الشركة كان بيمتد إلى السويس. في السويس التقى السادات لأول مرة بجيهان صفوت رؤوف. كانت جيهان فتاة صغيرة عمرها 16 سنة. شافت صورة السادات في محاكمة المتهمين باغتيال أمين عثمان. أمين عثمان هو وزير مالية مصر الذي وصف العلاقة بين مصر وبريطانيا بالزواج الكاثوليكي. كان السادات واحدا من المتهمين باغتيال أمين عثمان. جيهان أعجبت ببطولة السادات،
لكن الحقيقة إن الفرق بينهم كان شاسعا. هو بيكبرها بسنوات وسنوات وسنوات، ولديه ثلاث فتيات من زوجته الأولى إقبال ماضي. أما أم جيهان فهي جلاديس من أصول بريطانية، والأب موظف في وزارة الصحة. لكن جيهان أصرت على أن تتزوج السادات، وفي 29 مايو 49 تزوجها. أنجب ثلاث فتيات، لبنى ونهى وجيهان وابنا هو جمال. جيهان السادات بتحكي أن السادات دفع قرشا لرجل ليقرأ كف جيهان. الرجل قال جيهان هتكوني ملكة على مصر. في نفس الوقت طلب الرجل أن يقرأ كف السادات. السادات طبعا رفض، وقال له بخفة ظل: لو كانت هي ملكة مصر فطبعا أنا هكون ملك مصر أيضا. يومها كنا خرجنا، رحنا قال لي تعالي نروح الكازينور تحت الكوبري عباس على طول، فعلى بال ما يردوا علي. وطبعا كان وقت عصيب، ما فيش شغل، ما فيش مرتب، ما في، وعندنا التزامات وحاجات. فروحنا ففي راجل بيمر كده معاه بودرة يرشها كده على ايدي اشوف لكم البخت. فقلت له شوف لي، وكنت صغيرة ايام قوي، وعارفة ان هو مشدود ومستني ومنتظر. فشاف لي قاعد بص كده وقال لي شوفي انت هتبقي نمرة واحد في البلد. قلت له والله يعني ايه هبقى ملكة؟ فقال لي والله ما عرفش انت، وبيقول له اشوف كفك، قال له لا 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 ومش عارفة، وبقيت كلام كده. وطبعا كله اتنسى. واحنا راجعين ماشيين على كوبري عباس وهو برضو ساكت. هو انور السادات كان طول عمره مش من النوع اللي يرغي، انا اللي ارغي كتير. في عام 1950 عاد السادات الى الجيش. كان قد تعرف على طبيب ضابط هو يوسف رشاد في عام 41. اثناء وجوده في السجن اصبح يوسف رشاد طبيبا في الحرس الملكي. بمساعدة يوسف رشاد عاد السادات الى الجيش. في نفس الوقت طلب الانضمام الى تنظيم الضباط الاحرار اللي اسسه جمال عبد الناصر. لكن هيكل يقول ان الهيئة التأسيسية للتنظيم رفضت وجود السادات بسبب علاقته بالمخابرات الألمانية، على ان عبد الناصر اصر على ان ينضم السادات الى التنظيم دون تردد. في 23 يوليو 52 تحرك الضباط الأحرار للسيطرة على الحكم. أذاع السادات بيان الثورة. وصل إلى استوديوهات الإذاعة في الساعة 6 صباحا. لم يستطع مذيع الفترة الصباحية فهم عمر الاعتراض. في البيان حدد السادات أهداف الحركة: إعادة بناء الجيش، نظام حكم ديمقراطي، تحرير البلاد من الاستعمار. الملك فاروق تنازل عن العرش إلى ابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني، وبدأت مصر عصرا مختلفا في حياتها. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم
يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. تحت سيطرة عبد الناصر أدار السادات الإعلام الحكومي، أسس صحيفة الجمهورية في ديسمبر 53 وترأس تحريرها. كان ترخيص الصحيفة باسم جمال عبد الناصر. تولى السادات العديد من الوظائف اللي حددها له جمال عبد الناصر. في عام 57 كان أمينا للاتحاد القومي، التنظيم السياسي الوحيد بعد إلغاء الأحزاب. في عام 1960 أصبح عضوا في مجلس الأمة ثم رئيسا للمجلس. في عام 69 اختاروا عبد الناصر نائبا للرئيس. سيد الرئيس، لقد خرجت الملايين من جماهير شعبنا العربي يومي 19 يونيو وهي مسخنة بطعنات الغدر في ثورة عارمة نظمتها وقادتها ونحتت من آلام النكسة شعارها الواحد على امتداد الوطن العربي كله، لا نريد غير عبد الناصر. كان هذا الشعار يحمل في ذاته أكثر من معنى، معنى الإرادة التي لا تلين، ومعنى الصمود الصلب، ومعنى الإصرار على رفض الاستسلام للأمر الواقع، ومع كل هذا معنى الثورة على النكسة وأسبابها. فأنت في ضمير الشعب ووجداني الشعار والرمز للقدرة على استمرار النضال مهما كانت قسوته ومرارته. في سنوات الرئاسة الأولى تناقضت سياسة السادات تجاه الولايات المتحدة. كان يتصل بها وكان ينتقدها. في تلك السنوات رفض أيضا الاعتراف بإسرائيل. سبق أن فسر وجود إسرائيل في كتابه ثورة على النيل في عام 57 قائلا إن إسرائيل تأسست في وزارة الخارجية الأمريكية التي تحلم بالسيطرة على العالم الإسلامي من القوقاز إلى المحيط الهندي. في عام 70 كتب: أبدا 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 لا يمكن الاعتراف بإسرائيل. أضاف: شعبنا سيسحق من يقرر ذلك. لم يكتف السادات بانتقاد الولايات المتحدة، لكنه كان يمقت الاتحاد السوفيتي. في وقت مبكر من رئاسته استدعى السادات مستشارا سوفيتيا كبيرا التقى به أثناء بروفة زي عسكري. وبعد أن ارتدى زي القائد الأعلى حذر المستشار السوفيتي قائلا: أنا زي ستالين، لو لم تنفذوا ما أطلبه منكم هعملكم زي ما كان ستالين بيعملكم. لكن كراهيته للسوفيت لم تمنعه من توقيع معاهدة صداقة مع السوفيت في مايو 71، وحافظ في نفس الوقت على الهجوم المعتاد ضد إسرائيل وأمريكا. أيها الإخوة المواطنون، لأننا قد وصلنا إلى ساعة يتحتم فيها على كل مصري أن يؤدي واجبه. إن مصر التي تحبونها ومصر التي تفدونها مهددة الآن بخطر يختلف عن كل خطر واجهته من قبل تاريخيا، لأن جزءا
من ترابها الوطني المقدس معرض الآن ولأول مرة لمحنة الاستيلاء عليه بقوة العدوان الإسرائيلي المسلح. في يوليو 72 تخلص السادات من سياسة الخطوة خطوة، قرر طرد نحو 20,000 مستشار سوفيتي. جاء القرار دون سابق انذار، جاء القرار دون التشاور مع الولايات المتحدة. حسب كيسنجر كان طرد الخبراء السوفيت نقطة تحول في استراتيجية الشرق الأوسط. طلب الزعيم السوفيتي برجنيف تفسيرا لما حدث. كتب السادات إلى برجنيف قائلا: أنتوا بتشوفونا كما لو قلنا دولة متخلفة، ونسيتوا أن ضباطنا تعلموا في الأكاديميات العسكرية السوفيتية. وفي مذكرات السادات يقول: أردت أن أخبر الروس أن إرادة مصر مصرية، أردت أن أقول للعالم كله أننا دائما أسياد أنفسنا. في وقت مبكر من يوليو 1971 أعلن السادات أنه لن يقبل بحالة لا سلم ولا حرب. قرر السادات خوض الحرب لكنه لم يحارب، وبعد طرد الخبراء السوفيت أمر بوضع الخطط العسكرية للحرب. استمر السادات في الخداع الاستراتيجي حتى تصورت إسرائيل أنه لن يحارب أبدا. فجاءت الحرب يوم 6 أكتوبر 73. إسرائيل والولايات المتحدة بل والعالم، كل العالم، نجح الجيش المصري في عبور القناة وتحطيم خط بارليف. في اليوم التالي سارع كيسنجر بالاتصال بالسادات. قال كيسنجر للسادات: إنك تحارب بأسلحة سوفيتية، ولكن عليك تحقيق السلام بالدبلوماسية الأمريكية. حسب كيسنجر كان الوضع الميداني يتغير يوميا. في اليوم الرابع للحرب حضر السفير الإسرائيلي في واشنطن والملحى العسكري الإسرائيلي إلى غرفة الخرائط في البيت الأبيض. عرف كيسنجر منهم أن إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب فقدت مئات الدبابات وعشرات طائرات. طلبوا مددا عسكريا عاجلا، وطرحوا فكرة زيارة جولدا مائير رئيس حكومة إسرائيل. رفض كيسنجر الزيارة، اعتبر الزيارة كان هزيمة لإسرائيل. وافق نيكسون على إمداد إسرائيل بكل ما تطلب، أوصى بثلاث طائرات يوميا تحمل ما تطلب إسرائيل سريعا، وأمر بتعبئة جسر جوي لتمكين إسرائيل من الاستمرار في الحرب، ووعد أيضا بتعويض كل خسائر إسرائيل. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر
سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. انتهت الحرب. بدأت دبلوماسية أمريكية مكثفة لإقرار السلام. في نوفمبر 73 التقى كيسنجر مع جولدا مائير في بيتها. كتب عنها كيسنجر يقول: من بين جميع القادة الإسرائيليين الذين تعاملت معهم لم أجد أشد صعوبة من جولدا مائير. أضاف: شخصية فريدة بتشهد تجاعيد وجهها عن حياة مضطربة. يعترف كيسنجر أنها عملته على أنه يهودي مثلما تعامل ابن أخيها. اعتادت زوجة كيسنجر نانسي أن تقول: كان الجدل بين كيسنجر ومائير عرضا مسرحيا دراميا مشوقا. بعد أيام من لقاء مائير جرت مفاوضات بين كيسنجر والسادات في قصر الطهرة. انتظر كيسنجر السادات في شرفة اجتمع فيها حشد من الصحفيين وموظفي السادات. لم تكن هناك احتياطات أمنية ظاهرة. وسط هذا المشهد ظهر السادات مرتديا زي عسكري، جاء ليرحب بكيسنجر دون مراسم رسمية. في كتابه القادة بيصف كيسنجر اللقاء قائلا: جلسنا على أريكة تواجه الحديقة، كل منا يبدي عدم المبالاة، لكننا كنا ندرك أن طبيعة العلاقات العربية الأمريكية سوف تتحدد في هذا اللقاء. السادات ملى الغليون وأشعره وهو يبدو مسترخيا. بدأ الحوار بقوله: أنا كنت متشوق إلى هذا الاجتماع شخصيا. ثم نظر إلى كيسنجر وقال: لدي خطة من أجلك، وأنا سميتها خطة كيسنجر. يقول كيسنجر: استغرقت الجلسة الأولى 3 ساعات. بعد الساعة الأولى شعرت أنني أمام عقلية جديدة، شعرت أنني أمام أسلوب جديد في السياسة. لو رأنا أحد بعد الساعة الأولى لأعتقد أننا أصدقاء منذ سنوات وسنوات. لم تكن هناك صعوبة في التفاهم. All I hope is that this effort will continue till we reach the peace based on justice in this area. I shall be going to Syria on Sunday, following the conversations that President Sadat is planning to have in Syria. And I shall point out to the Syrian leaders that the United States is prepared to make the same effort in discussions of disengagement on the Syrian side that it has made on the Egyptian side. حسب ما كتب كيسنجر، قفز السادات إلى الأهداف النهائية مباشرة. أدرك أنه لتحقيق تسوية دائمة للأهداف المصرية والإسرائيلية لابد من صدمة، تحطم المنظومة القائمة. في 9 نوفمبر 77 وقف السادات أمام مجلس الشعب يلقي خطابا يفتتح به دورة برلمانية جديدة. قرب نهاية الخطاب فجر السادات مفاجأة مذهلة. قال: إنني ومن مركز القوة مستعد للذهاب إلى أقصى الأرض حتى إلى الكنيسة نفسه. قرر السادات أن يتحدث إلى الإسرائيليين في عقر دارهم عن رغبته في السلام. صفق الأعضاء، سقفوا، لكنهم جميعا أيقنوا أن ما يقول السادات مجرد مبالغة خطابية.
لكن في 15 نوفمبر أرسل مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل دعوة إلى السادات لزيارة القدس. وصلت الدعوة إلى السفارة الأمريكية في تل أبيب ومنها إلى السفارة الأمريكية في القاهرة. تحدد موعد زيارة يوم السبت 19 نوفمبر 77. كان هذا اليوم يوم وقفة عرفات. تعلقت أنظار العالم بالسادات الذي أصبح نجم الساعة، بل نجم العام بلا منافس. في اليوم الثاني للزيارة ذهب السادات للصلاة في المسجد الأقصى، وأمام الكنيسة ألقى خطابه الشهير. بدأت بعد ذلك مباحثات السلام في كامب ديفيد. انتهت المباحثات بمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. استردت مصر أرضها كاملة. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق؟ أوردها في أمثال سليمان الحكيم: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام. الحق، والحق أقول لكم، إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. نعليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينه، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام، ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربي. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد. في الساعة 10:30 من صباح يوم 6 أكتوبر عام 81 وصل السادات إلى مقر وزارة الدفاع. بعد أن التقى بكبار القادة التقطت صورة تذكارية. كان السادات يرتدي الزي العسكري، لكنه لم يكن مرتديا القميص الواقي من الرصاص. ألحت عليه السيدة جيهان السادات وزير الداخلية النبوي إسماعيل أن يرتدي القميص الواقي من الرصاص، لكنه قال: أنا رايح لولادي، انت هوال وخواف يا نبوي. توجه السادات الى منطقة العرض العسكري وتبوأ مقعده في المنصة. جلس على يمين السادات نائب الرئيس حسني مبارك، وجلس على يسار السادات وزير الدفاع عبد الحليم ابو غزالة. في تمام الساعة 12:20 توقفت سيارة تجر مدفعا كوري صنع عيار 130 مليمتر، توقفت أمام المنصة وانطلقت منها رصاصات قاتلة. استغرقت العملية 35 ثانية. اقتيل السادات، أصدر الستار على 10 سنوات حكم فيها البلاد. انتهت فترة مهمة من تاريخ مصر. Mr. President, you have just shortly come from the signing, from that historic
time of your life. How do you feel now, sir? If you had to describe it in one emotion. Well, as I have already stated, it is the happiest day of my life. Mr. President, if anything happened to you, if God did take you away in your time, as you say, would this treaty stand? There are many who are worried that it would not if you weren't here. Well, I don't agree to this, you know. For instance, in my country, I'm not a dictator. I have the vice president, I have the prime minister, we have our cabinet, we have our parliament. We are a country of institutions. It is not my word. Do you worry about your life? Not at all. Never, never. I am a believer, and I believe no one will take 1 hour of my life if God doesn't agree to this. حياتي مثل حياة أي منا. هكذا تحدث السادات وهو يبحث عن الذات. أضاف السادات: كل خطوة خطوتها عبر السنين كانت وما زالت من أجل مصر والحق والحرية والسلام. هذه هي الصورة التي رسمتها منذ الطفولة. والآن وأنا أنظر إلى بانوراما حياتي وحياة مصر تمتد أمام عيني، ما شهدت به من أحاسيس؟ هل أستطيع أن أرى صورتي لنفسي وقد تداخلت في صورة مصر؟ هكذا كنت أحلم بها من فوق سطح الفرن في القرية، وكنت ما أزال صبيا في العاشرة من عمري. في كتاب القادة يعلق كيسنجر على ما ذكره السادات، وبيكشف عن تفاصيل عشاء جمعه بالسادات بعد أن انتهت علاقتهم الرسمية. كان كيسنجر خرج. أشار كيسنجر إلى السادات قائلا: إن الأمريكيين الذين عملت معهم يدينون لك بالامتنان لجعل أمريكا أفضل مما كانت عليه. ده كيسنجر اللي قال للسادات. رد السادات قائلا: إن ما قام به من عمل لم يكن من أجل سمعته أو سمعة أحد. سكت ثانية ثم أضاف: لقد بدأت المهمة لإعادة الكرامة والأمل إلى الشعب المصري. وضع الشعب المصري معايير السلام في العالم. كتب كيسنجر قائلا: لم يفصح السادات عن حضارته فقط، بل أفصح عن العدل والعظمة التي تتمتع بها هذه الحضارة. أضاف كيسنجر: إن السادات اعتز بالماضي المجيد، لكن إنجازه تجاوز حدود التاريخ الحديث. تجاوز التاريخ بالطريقة نفسها التي تجاوز بها حدود السجن بانفتاح أخلاقي وفلسفي ساعده على تحمل حبس الحرية. What else do you and Dr. Kissinger talk about? Anything but business? Lots. Lots. He is a man of strategy, you know. Myself, I am a man of strategy also. So when we sit together, one can't imagine what we discuss all over the world. Not only the area here, but all over the world. في مقدمة كتابه يشرح كيسنجر معنى القيادة. يقول كيسنجر: أي مجتمع مهما كان نوعه السياسي بيخضع لعمليات تحول وانتقال مستمر بين الماضي والمستقبل. الماضي بيشكل الذاكرة، والمستقبل بيحس المجتمع على التطلع إلى الأمام. خلال هذا المسار الصعب، فإن فن القيادة يصبح ضرورة لا غنى عنها. القيادة تعني القدرة على اتخاذ القرار، كسب الثقة، الحفاظ على الوعود، مساعدة البشر على العبور من واقع يعيشون فيه إلى واقع يحلمون به. بدون القيادة المناسبة قد تنتهي عمليات التحول بكارثة
تدمر المجتمعات. حسب كيسنجر أيضا، يتمتع القادة الجيدين بتقدير عميق للماضي، يتمتعون أيضا بقدرة على تخيل المستقبل المحتمل. إنهم يجمعون بين صفات رجل دولة براجماتي ورجل له رؤية. بيستطرد كيسنجر رجال دولة بيحللوا الواقع وبيسعوا لتحقيق المصالح القصوى من خلال الموازنة بين المكاسب والمخاطر. من هؤلاء كان السادات. نشرت عشرات الكتب عن السادات بكل لغات العالم، كتبها أشهر الصحفيين في كل أنحاء الكرة الأرضية الأربعة. لكن يبقى ما كتبه هنري كيسنجر عن السادات ذات قيمة لم يتمتع بها سوى خمسة آخرين من قادة العالم في ذلك الوقت. بعد فترة من اغتيال السادات كتب كيسنجر أن من المبكر جدا أن نحكم على السادات. هل بدأ حركة للتاريخ لا رجعة فيها، أم أنه أوكل نفسه إلى مصير الفرعون القديم إخناتون؟ إخناتون تمرد على تعدد الآلهة ودعا إلى عبادة التوحيد، لكنه لم يستطع أن يقف في وجه الكهنة. نضيف كيسنجر، بعد 11 عاما من اتفاقية السلام وقعت اتفاقيات أخرى بين إسرائيل والأردن، وفيما بعد وقعت اتفاقيات إبراهام أو إبراهيم، ثبتت خطوات السادات. لكن وسط عواصف النار التي أشعلتها الحرب الإسرائيلية على غزة، هل تدمر إسرائيل اتفاقيات السلام التي وقعتها، أم ستقبل باتفاقية مع الفلسطينيين ترضي الطرفين؟ سنترك الإجابة لكم.